السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم شباب؟ جانا فيديو جديد وحلقة جديدة عن لعبة جديدة. اللعبة هي راح نلعب فيها اسمها محاكاة سيارة الشحن الأوروبية 2، أكيد تعرفوها وسمعتوا عنها، حبيت أجربها. طبعا أنا في راح تشوفوا شوية مختلفة، عملت لها مودات شوية تعديلات، يعني صار 4 5 أيام عم بلعبها، فحبيت أشارككم هاي تجربة قيادة الشاحنين، جدا ممتعة وجدا خرافية. وهلا خلينا نبلش بالفيديو، ليتس جو. انطفي السيارة، تمام. طبعا مثل ما انكم شايفين انا في عندي مصاري كتير، في مود نزلته مشان المصاري، لان عم تتبعوني مش في واحد هو المصاري. What the fuck؟ ما مشينا يا زلمة لسه. طبعا صوت اللعبة مرة عالي، بس خلينا نطي. ما يقول تكلنا الشقة بالله. طبعا باركونا على المرسيدس الاكتروس الخرافي وحش الطرق. طبعا هون انا منزل 3 مودات مشان تستغربوا، جدا ما تستغربوا. السرعة السيارة فوق ال 100 فوق ال 90 ما تمشي، انا نزلت المود يوصل ال 140 اول شيء. المود الثاني منزل له مصاري. المود الثالث عملته هو انه يعطيني ليفل عالي، لانه كنت عم بلعب اللعبة ما بدأ شي سيارات، لانه ليفل ما عم يطلع بسرعة. تمام، نحن هنفرجيكم المهارة القيادة بس شوي شوي، لانه شوي مثل ما يقول متحمس. لعبة خرافية جدا. خلينا ندخل لجوا، لان متعة القيادة من جوا وليس هيك احسن. واحد يريح دنيم مثل هذا، يعني نستمتع بالقيادة اكثر. شارع حمراء. طب انا شو ناس صف صفيت هلا هون؟ طب تمام حلو، خلينا نتكل على الله ونطلع. ايوه تمام، خلينا نشوف. تمام، لا مشان نعرف نسوق مثل العادة، ما شوي تحت كان مو منيسة. هلق نحن متكئين على الطريق. طبعا الغرفة من جوا خرافية جدا، تقدر تكبس صفر تقلب على بين الصور. طبعا هذا الشيء برنامج التعليمي بيعلمك بعدين بالمستقبل. بس انا مركز على موضوع السرعة، لاني ما يصير امشي فوق 70، لان هذا مهم جدا مهم. طبعا هذا المود اللي نزلته اعطانا هاي المصاري، فانت ممكن تدور عليه بالانترنت. طبعا انا عم برفع فرين الايد، لانه الشيء الوحيد اللي ما لقيته وجزء انتم تعرفوه ما بعرف قولوا لي عليه، فرين ما في غير كرباج بس. خلينا نلف لبرا نطلع اذا في حدا جاي. ايه بس يعني مور لوز، ما في حدا. ولا نطلع على الطريق العام نستلمه. بس شكلي رجعت الكاميرا، لا ما رجعت، تمام كانت تمام ممتاز. انا اعطيت تثبيت سرعه، تمام هي ثبت السرعه. بس كنت انا بدور على زر اني اشيل الكاميرا من اليسار، شلون ماني متذكر. F5 لا F6 لا F3، F3 تمام هيك ممتاز. هيك حجمها ممتاز، يعني صغيرة كتكوتة مفهوم منها. او باك ليه كان شفتناك. طبعا في شيء موضوع جدا مهم، زمور هواء ما في. طبعا انا قرأت بالعادات انه في زمور هواء، انا كل ما اركب سيارة ما بيعطوني زمور هواء. طبعا هذا الحمل الاول. طبعا شلون تفوت اللعبة شلون تفاصيل هاي ايزي، يعني ممكن بكل بساطة تعملها. بس يعني القيادة جدا ممتعة على هذا الطريق. وهلق يعني طبعا انا بالبداية الساعة، بكره بنجرب سيارات ثقيلة، بنجرب سيارات شحن، بنجرب طرق اصعب، بنجرب اوف ايش بود عم يمشي مثل السكرة. بنروح نمشي بطرق عكسية. انا جربت في امبارحة بالبس، امبارحة اللي كنت عم ببسه دخلت في يمكن بريطانيا الطريق، انا لازم امشي بالطرف الثاني، كنت امشي من هالطرف ياكل مخالفه ياكل مخالفه، بعدين انتبهت انه الاشارات على اليسار، فحولت الطرف الثاني مشي اموري يعني مزبطه، وبطلت اكل مخالفات. فيعني اي جدا جميله نجربها، يعني انا مسوي تجربه اني اسوق السياره بالعكس هون في تركيا، بلكي نجربها ونبلا بنشوف شو حتكون مدى تفاعل هاللعبه. جدا جميله ولا ما حيكون جميل؟ طبعا بيسالني شو عم تثبت السرعه، بتثبت السرعه بزر السي. طبعا هون الشباب موقف الزلمه ما بعرف شو عمل. قربنا على الهدف، ضلنا 19 كيلومتر. طبعا مثل ما انتم شايفين من تحت مكتوب اليوم الساعه المسافه المتبقيتنا حتى نصل الحمل ونصل الهدف، واخر شيء الوقت المقدر لانه نوصل لهنيك. اللعبه خرافيه مره. خلينا نطلع، اوف خربطنا بدل ما نسوي شو اسمه سوينا ستوب لوس، يعني عشان نشوف القيادة من برا تكون أجمل. بس هي حلاوة القيادة من جوا مو من برا يعني. بس العمود كلش بيبرد،
كان الكاميرا تحت موقف السيارة، وكان لف الكاميرا على الطرف الثاني. شلون كنا نلف الكاميرا بيرها؟ هاي اول هاي هاي اول هاي. هلا انا بس عندي شرس الخضراء، اذا قطعته وكانت حمراء بيحسب لك يا حمراء. حلو، وصلنا تقريبا لهذا، قربنا نصل. انا شلون كنت احرك الكاميرا غير بالزر؟ بعرف بالايد هون بتتحرك، بس هاي الاناره لا. الدركسيون ثقيل، بس لف على اليسار، نام على اليسار يا زلمه. طبعا هون نفضي اول حمل، خلينا نعرض. كترنا مره بالتعريض، ايه ما بدك اشيله، بس منيح ما اجى ضرر كثير السياره. يعني ايش هو زر الفرن والله ما عرفته. هاي وصلنا اول حمل، طبعا هون اللي يعطيني 500 اكس بي، واو جزء انه شو ما وصف يعطيني 500. حلو، حلو. بس انا طبعا راح افرجيكم مهاراتي بالقيادة شلون من مكان التفريغ. طول بالك حجي، والله المكان صعب، ليش كذب؟ والله المكان صعب. اعطاني دمج 1%. لا اليوم اكلت صوابات حتى اكلت حواج. طبعا هي ما زبطت لانه محلها كتير صعب، يعني اعتذر منكم. الحمد لله وصلنا. حلو 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 حلو. شد يعطيني ليفل، واو 35. اما كنت بطلع 3 الا بطلع الروح. نايس، حلو جميل جدا، وصلنا للمستوى 35. طبعا هذا الجزء الاول، هلا هون قصه من الجزء الاول. هلا رح نعمل الجزء الثاني اللي هو رح نشتري سياره ونروح نشتري تريلر. طبعا انت ما تقدر تشتري تريلر حتى في عندك شغلات لازم تكون عندك خبره فيها، انت تقدر تشتري تريلر. يعني شوي ليفل ليفل تقدر تطلع، يعني حتى لو كنت انت معك مصاري، يعني المصاري الاكس بي على الفاضي يعني ما تستفيد منه، بس يعني عشان واحد بيضل وجه راسه انه ما معي مصاري ما معي كذا. تمام، حلو. هلا صار عندنا سياره، صار بينا تريلر زي نفس لون الراس. يا اخي العب الغلع منه. يا علم صارت عروس، الله كريم يرزقنا بك سيارة. من هون تفويل الدب وقفل ما بده موضوع. حلو، هلا خلينا نروح نركب جوا. صار عندي 3 شاشات بيردوا قدام الطريق. الو از فيري جود، والله فيري جود. ولا في قوة، يعني تحس بقوة السيارة. انا صراحة انا ما ضربته، هو ضربني، انا طالع قدامه ما هو طالع قدامي. حسبوه علي، اعطوني دمج السيارة. لا جد انا اول مرة احس براحة في القيادة اكثر من اولي. قرب قرب كمان قرب، ما افتح الطريق للعالم اللي جاية. واخيرا كم زي مروة، بس ليش هيك مو كويس؟ واخيرا كم زي مروة. اننا نقيس الطرقات ونذهب بالشمالي للجنوب. والله معلم صار يعني مثل ما يقول غرفة السيارة صارت جدا خرافية وجدا جميلة، يعني جد ازعجني. ليش هيك وقف مثل توقفية الاغبياء؟ يلا ان شاء الله نوصل هذا الحمل نقول حاجة. والله السيارة عم تدوس، في راحة بالحركة.
طب هنجرب نطلع بمعاكس بشكل سريع جدا. تدي احسن من لف الدوار. شوك باشي حمل باشا. لانك بس انتر من اطفي السيارة. انتر عملية التحميل جارية. تمام الحمد لله هلا حملنا الحمل الاول. استفاقينا الى التفريغ. هلا افتح الباب باشا. افتح الباب باشا. شو الباب اللي بنام لا يفتح؟ لا 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 3% دمج تكسرت السيارة. الله لا يفك محل المكان الضيق بتطلع فيه. اه دولي بتفتر والله حلو. قلنا بدمج 3% الله لا يفك. طلع 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 شوف شوف هذا المجنون شو يضربني. والله ضاربني زعل. خلينا نطلع خلاص فكرت عليه. خلينا نطلع. خلينا نتبادر الغرفة دي جوا. ها كانت مخالفة غريبة غريبة اني ما قلت مخالفة. والله غريبة والله استغربت انه ما قلت مخالفة. لازم نطلع اليسار نحن هلا. في زر على فرين. هذا فرين مو فرين. فرين كان ما مشت السيارة. ايوة طيب يكون هي تنزل غيار. بتنزل غيار. نطلع اليمين. يا حلو الالعاب يهزوا مع هزة السيارة. حلو هاي. بس هذا اهم شيء. يا مجنون هلا اوصل لك. شوكت مخالفة. بس اشوف شخص سرعة سرعة سرعة. قريب قريب يا زلمة. 90. لا لا انسى 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 انسى. هني في حاجز زون. كنا تعبينا بالحيط. هني شفنا العاجز. راح المجنون ده. شو قلنا لو واحد اثنين نصب عليه؟ في شيء هون تحت الكيبورد قليلة.
اخذنا فول دمج. طيب هذول ليش ما يخبروا انه في قدامك بطيخ حاجز؟ حسبي الله ونعم الوكيل على الصواب اللي اكلنا يا شباب. طف الميتور، السيارة خرفت. صارت في الميتور العالم يا ام ليلي، اكلنا صواب يا لطيف. نشي مازوت؟ لا ما بدنا، بدنا شي ناقصنا شي. ما عاد يمشي فوق الـ80 يا الله الميتور. 80 بطلع الروح. هيك زي ما فيها مركز سيارة، لو فيها مركز سيارة كان دخلنا عليه. ما عاد مش ما عاد تمشي فوق الـ80 السيارة. ما كنا فول دمج. الله كلفنا تصليح ربنا، قد اجرت العمل يا زلمة، خسارة العمليات. يلا عادي. يعني شوفت نزول توصلنا 83، كنا توني على المرتاح جبنا 120. طيب هن ما بيحطوا تهداية إشارة شغلة عملة يقولوا للناس إنه في قدامك منخفض؟ هلا فهمت هاي الإشارة معناتها. أيوة مني عرفنا. ليش كربجة السيارة في الأرض؟ خطة تشتغل. هاي السيارة طفيت بطلت تشتغل. يا ابن العلال اشتغل. على اساس كنا نوصل الحملة هذول الاثنين فيديو، شكلنا حنعمل في فيديو قبل. وين حطوني؟ اذا انا وصلت. اكثر شيء اكل دمج الميتور ولا والتريلا شو وضعها؟ يعني الحمد لله وصلونا لهون، ما شلون اخذوا مني مصاري طبعا كثير، خسرنا مصاري كثير. مشكلة مصيبة الاكبر انه انا معي مصاري كثير ما بعرف شو حطيت. ان شاء الله يعني الحدث اللي صار معنا بجد مؤذي، يعني دمرني، دمر السيارة، دمر الحمل، حطينا مصاري كتير بين الصيانة والنقل والشغلات، يعني جد كلفتنا بشكل جدا كبير. حسبي الله ونعم الوكيل. هلا راح نفضي نحن الحمل هذا باذن الله، شو شو ضيستر علينا. شو بيرنس يا ولو قلق انه مكتوب بالك حبيبي. ما بدي ادخل هون، خلينا نفضي الحمل بعدين نرجع ننومه. صار يتهوى بصاحبنا. غابة الشمس هسه الساعة؟ ثمانية صار وقت النوم. حقك والله لا تواخذنا يا شوفير. يا شوفير دوس دوس لن والله تباوب نتوبة يا لطيف، فتحت امك فوق راسي. ايش بغى وقفت؟ اتصلت ترجع. اهو ليش محلاتها بتيجي صعبة مرة؟ لأن نفرجي العالم مش مهارتنا بالقيادة. يعني سين وتريلا لي. كنت أنا فكرة ست سيارة وأمشي. أوه أكل دمج 8.5 بـ 7%، أخذ 10,000 قصمة. والله لا يفضل إجت الحمل 14 بس. وبكون هون وصلنا لنهاية الفيديو، طبعا لا تنسى اللايك والاشتراك ولا تنسى اهم شيء تستناني كل يوم فيديو جديد وحلقة جديدة. طبعا هذا الفيديو كنت عم ببثه على قناتي على صفحتي على الفيسبوك، اذا بتحب تشوفه بث مباشر ممكن تشاركني هذا بتعليقاتك على البث المباشر على صفحتي على الفيسبوك، تحب تشيك عليها من تحت صندوق الوصف. واهم شيء لا تحرمنا من تعليقاتك الجميلة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، باي باي. لو عجبك الفيديو ما تنساش تتفرج على الفيديو ده وكمان الفيديو ده، وما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة وتفعل خدمة الجرس علشان يوصلك كل جديدنا.